السلام عليكم. وعليكم السلام. شو اسمك؟ مخالف لو لا؟ انا مخالف اكيد. شنو مخالفتك؟ واحد بالشارع الحمراء. تتفضل وياي شويه؟ ولا ازعجك وياي؟ لا لا ممنون. انت خذ اجراءك. سؤالي، هذه العلامه اللي بصف سيارتك اللي انت طيتهم الضوء الاخضر، رحم الله والديك، لعد انت اذا مثقف. انا طلاب واني محافظات، فجيت من المحافظات على راسي. على راسي على راسي سالم. بس باسي. الحلو بيك انه انت انسان واعي ومثقف، بحيث مجرد ما سالتك. لو انا رجل قانوني، مشاور قانوني. ربي يحفظك. اول ما سالتك على العلامه شنو كانت اجابتك؟ ممنوع الوقوف والتوقف. ممنوع الوقوف والتوقف. احنا راح ناخذ الاجراء القانوني. هذه على راسي. ونتمنى لك كل الصحه والسلامه. ربي يحفظك. هاي وحده من المخالفات اللي وضحناها قبل قليل. نعم. يعني العلامه المروريه، يعني ساق المركبه من طبق المركبه ما شاف العلامه المروريه فوقها؟ ما اعرف. زين، هاي العلامه المروريه مسارها من بدايه الرصيف. نعم. الى نهايه الرصيف. نعم. هذا المكان ما مسموح به الوقوف، والاخوان. نعم. من بدايه الرصيف الى نهايه الرصيف متوقفين. نعم. يعني احنا هاي نحب دائما نوضح على بالذات علامه الوقوف الممنوع، لان احنا يعني هاي المنطقه اللي احنا بيها. نعم. انا دا اعاني من عندها من كثره الوقوف الممنوع. نعم. وايش قد انبه، ايش قد نغرم، ايش قد هذا، بس مع كل هذا الاخوان المواطنين، بعض طبعا احنا نقول البعض ما نقول الكل، دي يخالفون ودي ياثرون على مسار الطريق. تمام. احنا توجيهات السيد معالي وزير الداخليه المحترم واشراف السيد الوكيل المحترم والمتابعه الميدانيه واليوميه للسيد مدير المرور العام بتطبيق القانون ومراعاه الحاله الانسانيه. خلينا نكون صريحين، احنا في كنا دا نصور في ضمن قريبين من المستشفى الواسطه والشيخ زايد، احنا مراعين الحاله الانسانيه، لكن اجى سايق السياره انغرمه. نعم.